مشاهدينا أهلا بحضرتكم إلى حلقة جديدة وحوار اليوم. في ظل الاهتمام الذي توليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية التي تأتي في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، تعتزم مجموعة الصين الدولية للطاقة إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وتسعى القيادة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات العالمية في هذا المجال. حول توجهات الدولة المصرية للتسهيلات في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة يدور هذا الحوار مع ضيفتي الكريمة في الاستوديو الدكتورة منال متولي، أول استشاري لتكرير البترول والطاقة. أهلا بحضرتك دكتورة منال. أهلا بك. أهلا بحضرتك، واسمحي لنا أن نبدأ الحوار بعد أن نلتقي بهذا التقرير. طفرة كبيرة حققتها مصر في مجال إنتاج الطاقة والغاز، وقد تنامى أهمية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال هذه المرحلة باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب. وأولت مصر اهتماما كبيرا بإنتاج الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي جعل من مصر مركزا لاستقطاب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الواعد. ومن الدول السباقة للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر مع مصر الصين، ويأتي هذا التعاون في إطار علاقات الصداقة العميقة بين البلدين والقيادتين والشعبين، وكذلك في ضوء ما رصدته الصين عن قرب من تطور نوعي في حجم وجود البنية التحتية والصناعية التي تم تشييدها وتحديثها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مما أتاح فرصا استثمارية جديدة لم تكن متوفرة من قبل. والتحسن الملموس الذي طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والكهرباء والطاقة المتجددة. وتعتزم الصين إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر باستثمارات تتراوح قيمتها من 5 إلى 8 مليارات دولار، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة في هذا الصدد. ويأتي هذا التعاون نتاج جهود مصرية لتوسع في استثمارات إنتاج الهيدروجين الأخضر، حتى تصبح مصر مركزا إقليميا وعالميا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وامتلاك القدرات في مجال توليد واستغلال الهيدروجين، ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية. مشاهدينا، أجدد الترحيب بحضراتكم وأجدد الترحيب بضيفتي في الاستوديو الدكتورة منال متولي، استشاري تكرير البترول والطاقة. حضرتك أول استشاري في هذا المجال. خلينا دكتور نبدأ في البداية بتعريف الناس، إيه المقصود بالهيدروجين الأخضر؟ لأنه هذه الصفقة المهمة طبعا التي تبرمها الصين لإقامة هذا المشروع الضخم في مجال الطاقة المتجددة، ربما هو مشروع بالتأكيد واعد، ومصر قطعت أشواطا في هذا المجال وهي بدأت تجني ثمار ما قطعته حتى الآن. خلينا في البداية نبدأ بالتعريف، ما المقصود بالهيدروجين الأخضر وإيه الفوائد العائدة منه بيئيا وتنمويا أيضا؟ أوكي. عشان أقول إيه هو الهيدروجين الأخضر لازم أقول إن اسم الأخضر الهيدروجين، إحنا عارفين كل ذرة المية تتكون من H2O، يعني في ذرة هيدروجين واحد أكسجين. الهيدروجين موجود بنسبة كبيرة جدا في الجو وفي الوسط المحيط بينا، بس دايما متحد بحاجة، فلازم نحرره من الاتحاد. عشان نحرره لازم نبذل طاقة. الهيدروجين الأخضر، اللون الأخضر اللي مطلق عليه، ما عشان الناس تفهمه يعني إيه الهيدروجين الأخضر، الهيدروجين له كذا لون، الهيدروجين الأسود، الهيدروجين الرمادي، الهيدروجين الأزرق، الهيدروجين الأصفر، وبعدين الهيدروجين الأخضر. تمام. فعشان الناس تفهم يعني ايه الهيدروجين الاخضر وليه اطلق عليه الاسم ده، لازم تعرف اللي قبله ليه اطلق عليه برضو الاسم ده. الهيدروجين الاسود ده جاي من حرق الوقود الاحفوري، الوقود اللي احنا عارفينه. لما بحرق الوقود بطاقه بنتج هيدروجين، بس الهيدروجين ده بسميه هيدروجين اسود. ليه؟ لانه بيطلع معاه ثاني اكسيد كربون، فبالتالي بيئيا ما بيبقاش كويس. مضر طبعا. لا، عشان اطلع
واحد كيلو جرام من هيدروجين الاسود ده اللي هو هيدروجين ناتج من احتراق الوقود الاحفوري بطلع 19 كيلو جرام من ثاني اكسيد الكربون. طيب ده اسمه الهيدروجين الاسود. الهيدروجين الرمادي ده احتراق الغاز، برضو الغاز بستخدم طاقة حرارية عشان احرق الغاز عشان انتج اللي هو غاز الميثان مع بخار المية عشان انتج الهيدروجين الرمادي. عشان انتج 1 كيلو جرام من الهيدروجين الرمادي بحرق بطلع 10 كيلو جرام ثاني اكسيد الكربون. الهيدروجين الازرق بقى هو الاتنين مع بعض اللي هو مثلا ممكن احرق الغاز واطلع 10 كيلو جرام 1 كيلو جرام هيدروجين رمادي واطلع 10 كيلو جرام ثاني اكسيد الكربون، ولكن بعمل له ايه؟ باخد كابتشر يعني بجمع ثاني اكسيد الكربون ده في حالتين، اما بحقنه في باطن الارض فما خلوهوش اتخلص منه ما بقاش في الجو فيضر الكره الكوكب الارض، او بخزنه في اسطوانات وبستخدمه في اغراض اخرى. المهم ان انا ما بطلعش بتخلص من ثاني اكسيد الكربون بنسبه تقريبا ممكن توصل ل 90%. عشان كده ده اسمه الهيدروجين الازرق وده محبب الى حد ما. الهيدروجين اللي وراه هو الهيدروجين الاصفر. يمكن برضو ده المصطلح يبقى جديد على الناس شويه. طبعا الهيدروجين الاصفر ده ان انا برضو بحرق بطلع هيدروجين من الكهرباء، بس بستخدم بقى الكهرباء ايه بقى يعني الوقود بتاعها او الطاقه ايه بقى اللي هي الطاقه النوويه. فبتبقى زيرو ثاني اكسيد الكربون بس فيها اكسبنسيف الى حد ما لانها وقود نووي. وقود نووي. طب اخر بقى حاجه اللي هو الهيدروجين الاخضر. ايه هو بقى الهيدروجين الاخضر؟ الهيدروجين الاخضر عشان احرر الهيدروجين واخده واعبيه عندي في اسطوانات بستخدم الكهرباء. لكن الكهرباء دي بقى جايه منين؟ جايه من الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. واحنا عندنا في مصر الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح موفره الحمد لله، لان الطبيعه الجغرافيه اللي ربنا خلقها لمصر وهو ده اللي مخليها محط انظار العالم ومخليها بتجذب الاستثمارات من كل انحاء العالم، وده اللي نجح الكوب 27 في جزئيه الهيدروجين الاخضر، ان احنا عندنا طاقه عندنا من اكبر محطات الطاقة الشمسية والرياح اللي هو زيت جبل الزيت وموجود في البحر الأحمر في خليج السويس والزعفرانة في راس غارب. عندنا دي تاني أكبر مزرعة رياح في العالم، دي استثماراتها تقريبا 13.5 مليار دولار، فبتنتج 10 جيجا وات. فدي بتخدم على مصانع الهيدروجين الأخضر إن هي بتنتج الهيدروجين بس من الطاقة الجديدة والمتجددة زيرو ثاني اكسيد كربون، وما ببذلش طاقة كهربائية من الطاقة الكهربائية اللي احنا عارفينها اللي جاية من الفحم او جاية من الوقود الاحفوري يعني او جاية من الغاز. يعني كده مصر عندها مقومات طبيعية وعندها كمان بنية تحتية في المشروعات اللي بتخدم على الطاقة المتجددة. ده باختصار قصة الهيدروجين الاخضر عشان الناس تبقى فاهمة عن ايه هيدروجين الاخضر. طبعا احنا العالم كله دلوقتي بقى متجه ان هو في مشكلة كبيرة على مستوى العالم. احنا تقريبا على مستوى العالم بنطلق اكتر من 55 مليار طن غازات دفيئة. غازات دفيئه تقريبا ثاني اكسيد الكربون منهم يوصل ممكن ل 40 مليار. الغازات الدفيئه ثاني اكسيد الكربون والنيتروز وبخار الميه والميثان. الميثان ده غاز الميثان ده كمان خطير جدا، بيجي من احشاء الماشيه. احشاء الماشيه بتطلق 26% من غاز الميثان على مستوى العالم. احشاء الماشيه عندما لا يتم الدفن بشكل صحي؟ لا لا لا، ولا الاكل بتاعها والاكل بتاعها والاخراج الطبيعي. فالغازات الدفيئه من اول 2015 في اتفاقيه باريس اصبح في جرس انذار على مستوى العالم كله انه دلوقتي درجه الحراره عدت ال 1.1
وان احنا الارض وان احنا لازم لازم ناخد بالنا من النقطه دي، لان احنا لو عدت درجه الحراره 1.5 هتوصلنا للتصحر، التسونامي، الجفاف، هتوصلنا لمشاكل كبيره جدا. هيدوب الجليدين احنا فعلا يا دكتور كنا ملاحظين، احنا عموما كبشر يعني ملاحظين طبعا يمكن على مدى العشر سنين اللي فاتوا كان في تغيرات حاده وسريعه في المناخ، بقينا نشوف موجات طويله من الحراره المرتفعه، موجات طويله من الصقيع، مناطق بقى فعلا فيها تصحر خاصه في القاره الافريقيه، او سيول زي ما شفنا في باكستان غير معهوده او غير مسبوقه. فبالتاكيد العالم بدا يتجه ناحيه الوقود الاكثر امانا والاقل ضررا للبيئه، وطبعا كان هو الهيدروجين الاخضر احدى او احد الملاذات الامنه في هذا المجال. طيب بالنسبه لمصر، ايه العائد الاقتصادي بالنسبه لمصر كدوله من ان هي تقيم مشروعات ضخمه في مجال الهيدروجين الاخضر؟ وطبعا بالحديث هنا عن هذا المشروع الضخم العملاق لانتاج الهيدروجين الاخضر بالتعاون مع دوله الصين. طبعا فخامه الرئيس والقياده السياسيه دايما هي متطلعه لاحد توصل مصر لبر الامان من ناحيه التكنولوجيا، طبعا عشان ما نوصلش زي اوروبا والديفول اللي حصل في اوروبا، اللي احنا بيبقى فيه توازن ما بين الامكانيات المصريه واللي استخداماتها والطاقه الجديده والمتجدده. فعايزه اقول انه زي ما قلت في الاول ان احنا عندنا امكانيات ربانيه في الاول، الامكانيات الربانيه دي بتساعدنا اللي هي الشمس والرياح، ودي عند بعض الدول هي مش دائمه، احنا عندنا تعتبر استدامه، لكن احنا الى حد ما استدامه، لكن احنا عندنا لكن في بعض الدول ما هي مش استدامه، عشان كده بيحطوا الهيدروجين الاخضر في مقام واي حاجه تانية في حته تانية. الهيدروجين الاخضر ايه اللي هيعود علينا بقى فيه؟ انا هوضح برضو النقطه دي، ان الهيدروجين الاخضر الكهرباء عندنا فائض، احنا وصلنا في الفترة الأخيرة ان احنا بقينا عندنا فائض في الغاز وفائض في الكهرباء. صحيح. عشان اخزن الكهرباء بخزنها ببطاريات، بس انا مش هقدر اخزن كميات كبيرة في الكهرباء في البطاريات دي، او حتى هصرف مصاريف عالية جدا. فانا عندي احسن استخدم الكهرباء الفائض دي فان انا يعني ان انا اخزن الهيدروجين. ازاي؟ انا بستخدم الكهرباء، بحلل المية، بفصل الهيدروجين عن الاكسجين، تمام، وباخد الهيدروجين ده بيتفصل عن الاكسجين، انا ببرده عن درجه حراره سالب 253. يعني مصدري هنا في الهيدروجين هو الميه، بخار الميه، بخار الميه، انا بفصله بطريقه معينه اللي هو سالب 253 عن ضغط اقل من الضغط الجوي 700، وبيتضغط في اسطوانات. الضغط في الاسطوانات ده انا ممكن اخزنه بسهوله جدا، وبعد كده بعد ما بخزنه برجع استخدمه للكهرباء في اي وقت في اي مكان. انا بس هو بقى برجع استخدمه لانتاج الكهرباء، لانتاج التوربينات الكهرباء، ممكن يعني لحاجات كتيره، ولمجالات كتيره. بس انا يعني عايزه اقول بالنسبه للكهرباء ان انا خدت الفائض، عشان الناس ما تفتكرش ان انا واخد الفائض فمش هرجعه تاني، لا ده بالعكس، ده الهيدروجين بيدي ثلاث اضعاف قيمه يعني القيمه الانتاجيه بتاعته او القيمه الطاقيه بتاعته، ثلاث اضعاف الغاز. هي قدرته عالية جدا، فأنا أرجعه تاني للكهرباء. وعايزة أقول إن أنا كمان حتى لو استخدمته في العربيات، واستخدمته في الشاحنات، واستخدمته في المركبات الفضائية، الشكمان بتاع العربية لما هيطلع العادم بتاع الهيدروجين هيتحد مع الأكسجين ويرجع تاني بخار مية. يعني هو هل في دول سبقت في موضوع استخدام الهيدروجين في مجال الوقود الخاص بالسيارات؟ طبعا في اليابان والكوريا والاتحاد الأوروبي. لا هو اتجاه الهيدروجين الاخضر من سنين، بس هو دلوقتي اصبح الطلب عليه كبير جدا لاسباب كتيره جدا، انه خلاص دلوقتي هو لازم الطاقه، ان هو كمان حتى اصبح انه انت عشان تعملي اسطوانات من الهيدروجين انت عيليتي اقتصاديا وعملتي استثمارات عاليه جدا في بلدك، وزي ما بقولك احنا نجذب الاستثمارات داخل البلد لاسباب كتيره جدا، انه منها اولها الطبيعه، الطبيعه الربانيه والبنيه التحتيه كمان، البنيه التحتيه. صحيح. عندنا دلوقتي تجذب الاستثمارات الخارجيه ان هي تيجي تستثمر عندنا. طيب على ذكر بقى الاستثمارات الخارجيه، نتكلم بشكل اكثر تفصيلا عن هذا المشروع الضخم اللي يعني بالتعاون مع دوله الصين، مجموعه الصين الدوليه للطاقه. ايه الفوائد اللي احنا بنستناها في مصر، وايه المقصود ان الصين تيجي تعمل عندنا يعني هذا المشروع؟ ايه اللي هيعود على الصين وايه اللي هيعود على مصر؟
احنا من الكوب 27 يعني كل العالم شهد قد ايه مصر محط استراتيجي لجذب الاستثمارات في الخارج. انا قبل ما اقول موضوع جذب الاستثمارات وازاي الاستثمارات بدأت كل الدول كبار الشركات انها تيجي تستثمر في مصر، منهم ميرسك الدنماركية برضو استثمرت في انتاج الهيدروجين الاخضر في قناة السويس. مصر وقعت بقيمة 30 مليار دولار استثمارات، ميرسك 15 مليار استثمارات 15 مليار في انتاج الهيدروجين الاخضر في المنطقه الصناعيه في قناه السويس. وهشرح دلوقتي الموضوع ده. في برضو الشركه الهنديه اللي هي رينيو باور، الشركه الهنديه باستثمارات 8 مليار. فمصر بدات تبقى محط جذب الاستثمارات بالذات في موضوع الهيدروجين وتقليل نسبه ثاني اكسيد الكربون. انا هشرحها ازاي. كل دوله في العالم ليها حصة تنتجها في السنة من ثاني أكسيد الكربون، مش لازم تتعديها، يعني ليكي ليميت ما ينفعش تتعدي في المصانع اللي انت عاملاها والاستثمارات بتاعتك كلها. اللي هي بنقول عليها المعايير البيئية. المعايير البيئية والبصمة الكربونية والمعايير البيئية والكربون كريدت، اسمها الكربون كريدت. ليكي ليميت لغاية كده لا تتعدي، لو تعديتي بتدفعي غرامة الكمية أو النسبة اللي أنت تعديتيها دي في البورصة الكربونية. ده وفقا للقوانين الجديدة. ده القوانين ده من اتفاقية باريس 2015. تمام. طب إذا أنت ويبقى لك غرامة، في غرامات يعني، إذا أنت بقى عملتي مشاريع استثمارية عالية جدا فيها طاقة جديدة ومتجددة وفيها معايير بيئية عالية جدا ونزلتي عن الليمت اللي هو المفروض عليكي سنويا وقدرتي أنك توفري حصة بنسبة مئوية معينة. جميل. بتعملي ايه؟ بتاخدي الحصة دي اللي انت وفرتيها وتنزلي بيها في البورصة العالمية. يعني دي حوافز. يعني انا بعتبرها استثمار. انا بعتبره استثمار في البورصة. انك انت بتنزلي في البورصة بتقولي للدول الصناعية الكبرى زي الصين بقى وامريكا، هم دول اكبر دول صناعية كبرى، هم اللي عملوا الثورة الصناعية الكبيرة اللي اثرت على كوكب الارض اساسا، يعني بنسبة كبيرة هم، لان هم في استمرار عندهم مصانع منتجة في الصناعة فبتطلق كتير غاز ثاني اكسيد الكربون. فانا دلوقتي بقول لكم بنزل لكل العالم، انا عندي النسبه دي انا وفرتها في حصه ثاني اكسيد الكربون، مين يشتريها؟ انا عندي حلين، اما تشتريها مني فتاخدها انت، انا موفرها كده كده فمش هدفع غرامه، اما انت تاخدها عندك وتشتريها مني وتديني تبنها، او بالحصه دي تعالى استثمر عندي في مصر. فانا بجذبه بالنسبه الكربونيه اللي انا وفرتها من الطاقه الجديده والمتجدده. تمام. فبيجي هو بقى بيلاقي عندي نسبه فعلا، هو يعمل مصانع كبيره فيطلق ثاني اكسيد الكربون فيجي يشتغل عندي ويستثمر عندي، فده انا عملت له جذب استثمار. الجذب الثاني ان انا عندي مزارع من اكبر مزارع الرياح في العالم، ومحطات الطاقة الشمسية بنبان من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، فبقول له أنا الطقس بتاعي فيه رياح وشمس فتعالى استثمر عندي. غير الهيدروجين الأخضر عندي كمان، ما هو أنا بنتج الهيدروجين الأخضر من الشمس وللرياح اللي هي طاقة الهيدروجين مش بس الأخضر. عن طريق حرق فصل الهيدروجين بالكهرباء؟ ما هو فصل الهيدروجين بفصل بخار المية اللي فيها الهيدروجين عن طريق طاقة الرياح او الطاقه الشمسيه، ودول الاثنين بيسموا الهيدروجين الاخضر لان ده زيرو ثاني اكسيد كربون، وفي نفس الوقت انا باخده من الطاقه الجديده والمتجدده بعمل الفصل ده. فانا عندي الطبيعه عندي كويسه، البنيه التحتيه مؤهله لهذا، عندي كل المشاريع في الطاقه الجديده والمتجدده اثبتت انه الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون انا مقللاها عن الحد اللي هو ممكن اي حد يجي يستثمر عندي. الجديد بقى ان لو شركه ميرسك كمان اللي لسه بادئه في موضوع قناه السويس، وانا كنت قدمت البحث ده قبل كوب 27 على موضوع قناه السويس. قناه السويس طولها 200 كيلو متر، ال 200 كيلو متر دي بتعدي فيها شاحنات من كل دول العالم. الشاحنات دي عندها اتنين موتور، موتور بالديزل، موتور ديزل تقيل قوي بيطلع ثاني اكسيد كربون عالي جدا جدا جدا، والموتور التاني بيبقى للطوارئ او للمناوره. الموتور التاني ده هو الانبعاثات بتاعه ثاني اكسيد الكربون فيه اقل، فبيستخدموه في حاله المناوره والطوارئ وكده، وهم معديين على ال 200 كيلو.
لو انت انتجتي الهيدروجين الاخضر على المنطقه الصناعيه في قناه السويس اللي خدتها دلوقتي شركه ميرسك، هتعملي ايه؟ هتخلي ان الشاحنات دي اجباري، هتغير الديزل التقيل اللي بينتجها ثاني كربون كتير جدا، وتستبدله بالهيدروجين الاخضر على ال 200 كيلو، فبالتالي انبعاثات الكربون اللي طالعه في المنطقه دي هتبقى مؤهله انها تاخد الوقود ده. طبعا تمام. في دول فرضت ان السفن تعدي من عندها بيورو 7 او يورو 5، يعني يكون نسبه ثاني اكسيد الكربون ما تتعداش الليميت ده. فلو انت بقى فرضتي على الشاحنات دي انها تدخل تاخد الهيدروجين الاخضر اللي هي على محطه المنطقه الصناعيه بتاعت قناه السويس، انا عايزه اقول لحضرتك ان ثاني اكسيد الكربون اللي في المنطقه دي بس، لما تيجي تحسبي انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في المنطقه دي مع ثاني اكسيد الكربون اللي منبعث على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها، هتلاقي ان المنطقه بتاعت ثاني اكسيد الكربون دي معليه النسبه جدا. فلما تيجي بقى دلوقتي شركه ميرسك وتقول لك خذي الهيدروجين الاخضر على ال 200 كيلو متر واجباري وعديهم بالهيدروجين الاخضر، هتلاقي نسبه ثاني اكسيد الكربون تاني نزلت اكتر، وتاني جذبنا استثمارات اعلى. جميل جدا. طب حضرتك يعني في هذا المجال، واتكلم برضو عن الاستثمار، احنا عملنا هذا المشروع اللي هيوفر طبعا الكهرباء، هيوفر الطاقه للدول الصناعيه الكبرى، وهيساهم طبعا في تخفيض الانبعاثات الضاره بالبيئه على مستوى العالم. بالنسبه لفرص العمل في هذا المجال في مصر، يعني ايه الفرص اللي ممكن تكون متاحه بقى بالنسبه للشباب في سوق العمل الخاصه بالطاقه المتجدده والهيدروجين الاخضر؟ احنا انجزنا في الكوب 27 عملنا 9 اتفاقيات، تقريبا 9 اتفاقيات في مجال الهيدروجين الاخضر، واستثمارات تقدر بحوالي 84 مليار دولار. الاتفاقيات دي كلها داخل استثمارات لاكبر الشركات العالميه داخل مصر، عشان يحصل ده انجاز كبير جدا. يعني انا فخوره جدا بما توصل اليه نتائج الكوب 27، لانه الاستثمارات هتبقى داخل مصر، فالاستثمارات من اكبر دول، من اكبر الشركات في العالم هتستثمر داخل مصر، فبالتالي الاستثمار ده هيعود علينا بايه؟ بخبرات، تبادل خبرات بين الشركات المصريه والشركات العالميه، فرص عمل للشباب، تحسين الطاقه الجديده ومجال الطاقه عامه في مصر طبعا، بمجال الخبرات الجديده اللي هتيجي، مع الخبرات الجديده اللي هيحصل فيها تبادل خبرات، لانه الخطه الاستراتيجيه للسياسه للبلد انه احنا على 2035 تبقى مصر كلها طاقه جديده ومتجدده بنسبه تقريبا 42%. اوروبا قالت على 2030 ان هي هتخلي الطاقه الجديده والمتجدده 55%، وهي بدا قبلنا بكتير في مجال الطاقه الجديده والمتجدده. فان احنا نوصل ل 2035 42%، ده معناها مور وليس نص مصر بقى طاقه نظيفه، يعني نص جميل. نص البلد كلها بقت طاقه نظيفه، دي سياسه اللي احنا ماشيين عليها. وده بدا بدايته تحقيقه من اول الكوب 27، وبدات الاستثمارات والتعاقدات تبدا تنهال على مصر في مجال الطاقه الجديده والمتجدده. هل في تعاقدات من الدول الاوروبيه، خاصه طبعا بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه وتاثر سوق الطاقه في اوروبا والغاز الطبيعي اللي كانت بتستورده من روسيا، طبعا كل المشاكل اللي شفناها والشتاء البرد القارس في اوروبا، هل بدات اوروبا بالفعل تتجه يعني الى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة حتى تحقق يعني اكتفاء ذاتي في هذا المجال؟ هو كل الدول لازم تتجه للطاقة الجديدة والمتجددة اجباري، وده اللي اتقال في الكوب 27 طبعا اجباري. بس انا اقصد الدول الغنيه اللي عندها يعني عندها مظبوط. هو طبعا اوروبا مرت بفتره حرجه شويه الفتره اللي فاتت، ومع الحرب الروسيه الاوكرانيه واتجهت للفحم تاني، ولكن هي الخطه بتاعتها، هي قالت حتى اعلنت المفوضيه الاوروبيه انه هي مش هتتنازل عن ان هي في 2030 هتوصل ل 55% منها طاقة جديدة ومتجددة، لأنه ما ينفعش، يعني ما ينفعش أنه ده إجباري، لأنه المشكلة أن احنا هندخل في كيرف على مستوى العالم كله انهيار في كل شيء، جفاف في التربة، جفاف في الأنهار، وتصحر وتسونامي ودرجة الحرارة هتعلى جدا، هيبقى في ذوبان في الجليدين. الموضوع كبير، مش الموضوع بسيط، الموضوع كبير، وكل الدول عارفة ان احنا داخلين على منعطف يمكن يهدد البشرية، منعطف صعب جدا الأيام اللي جاية، وانه لازم يبقى في وعي بيئي.
ما هو ده اهم حاجه، يعني اهم حاجه دلوقتي لازم نعمله الوعي البيئي، لان الوعي البيئي مهم جدا لكل اطياف الشعب، سواء الانسان البسيط الشخص البسيط لغايه الدكتور. انا عايزه اقول للدكتور نصائح، الدكتور المصري والدكتور في العالم، يعني عايزه اقول له نصائح مهمه جدا. النصائح دي يعني من الدكتور دراسه، بمعنى طبيب ولا طبيب؟ طبيب. الطبيب عايزه اقول له نصائح توصلت ليها من الابحاث معايا، انه خلي بالك من نقطه مهمه جدا، البحث اللي انا عملته اللي هو بحث اسمه الحزام الحراري، انه كلنا كل دول العالم اتغيرت درجه الحراره، بقت دلوقتي مش زي زمان. يعني زمان احنا في مصر كان حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء، دلوقتي الوضع مختلف، الوضع درجة الحرارة البداية والنهاية مختلفة تماما، مصر وكل دول العالم. صحيح. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على مصر، وانا اللي يهمني دلوقتي اكتر حاجة بلدي. صحيح. طيب بلدي دي درجة الحرارة تبتدئ من نقطة وتنتهي عند نقطة، طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه لازم نعرف ايه الدولة على مستوى العالم اللي كان عندها نفس درجة الحرارة دي قبلنا، وهي اتغيرت هي كمان، هي بقى لها درجة حرارة تانية، بس مين بقى الدولة اللي كانت قبلنا عندها الدرجات اللي احنا عشان فيها ناخد دلوقتي؟ خبرة عملت ايه؟ عشان حاجة مهمة جدا، البكتيريا والفيروسات والامراض الفطريات، كل حاجة هتتنقل من البلد دي لانها بقت مش متكيفه على الظروف الجديده اللي هي كانت عايشه فيها، وهتدور عن طريق الفايف جي بالويبس فين البلد اللي على مستوى العالم درجه الحراره تناسبها. فانا افترض مثلا ان انا هتكلم على مصر. طب انا هستاذن حضرتك يا دكتور، لان طبعا دي نقطه مهمه جدا، وتاثير المناخ على الفيروسات والاوبئه على يعني على مستوى العالم، بس عشان التليفون ما يفصلش معانا على التليفون الدكتور خالد الليسي خبير الطاقه المتجدده. دكتور خالد اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا استاذ، اهلا بحضرتك. بنتكلم يا فندم عن مستقبل الطاقه المتجدده في مصر والمستقبل الواعد لهذا المجال وانتاج الهيدروجين الاخضر، وزي ما شايفين في صفقه كبيره مع مجموعه صينيه لاقامه مشروع ضخم في مجال الهيدروجين الاخضر. بتشوف حضرتك ليه اختاروا مصر بالذات؟ اولا انا بحييكم جدا على المداخله ديت، كتر خيركم. بص حضرتك، مصر ليها وضع اقليمي واستراتيجي في العالم كله مش في الوطن العربي بس، والثقه اللي شافتها الحكومات في العالم وخاصه الحكومه الصينيه ما بتجيش من فراغ. النهارده عشان اجي اقول ان انا استثمر في مصر في الطاقه المتجدده وخاصه الهيدروجين ب 8 مليار، ده رقم كبير مش رقم صغير على مجال الاستثمارات. الهيدروجين الاخضر بقى هو المجال دلوقتي اللي العالم كله كان مش متجاهله، كان ماشي فيه بخطوات بطيئه، لكن الحروب اللي حصلت ما بين اوكرانيا وروسيا هي اللي وصلتنا ان احنا لازم ناخد خطوات ايجابيه عشان نشوف البدائل للغازات اللي احنا بنستخدمها في انتاج الطاقه. مصر احنا الحمد لله في كوب 27 عملنا مجموعه كبيره جدا من الاتفاقيات، منها 8 جولدن اجريمنتس مع مجموعه شركات، غير ال 28 اتفاق اللي عملناه. احنا مش طموحين ان احنا نكون مركز اقليمي بس لانتاج الهيدروجين الاخضر، ولكن احنا طموحين لمركز ثاني، ان احنا نكون المركز الاقليمي الافريقي لتوفير الخبرات اللازمه للدول الافريقيه لانتاج الهيدروجين كمان. صحيح. يعني مش بص الحته دي، لان برضو يا فندم الدول الافريقيه يمكن بتمتلك برضو مقومات طبيعيه تؤهلها لذلك. يعني احنا اكبر من دول افريقيه كمان، حضرتك انت عندك اساس التوريدات اللوجيستيك، احنا اقرب للاتحاد الاوروبي بالكامل من كل الدول الافريقيه، والمقاومات اللي عندها دي بتساعدنا احنا كمان، احنا وردنا خبرات وردنا تكنولوجي، وسبقنا دول كثيره جدا الحمد لله بخطوات ايجابيه في انتاج الهيدروجين. احنا النهارده الدراسات انتهت، التمويلات ابتدت تتحط على اون تراك، ابتدت الخطوات الايجابيه في التفعيل مع الماركتنج والدول. عندك المعهد العالمي لفرانكفورت، نعم، عمل دراسات وقال ان احنا عايزين من دول شمال الاتحاد الافريقي اللي هي بتمثل في مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، عايز على 2025 عايز 70 مليون طن، ده رقم كبير جدا، لكن احنا مش بنتطلع ان احنا ناخد 7 8% من انتاج العالم، احنا هنوصل لاكثر من كده لان الظروف البيئيه والبنيه التحتيه اللي عندنا بتوفر لنا الكلام ده.
صحيح، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المشاركة دكتور خالد الليثي خبير الطاقة المتجددة. وأعود مشاهدينا إلى حواري مع ضيفتي الكريمة في الاستوديو دكتورة منال متولي استشاري تكرير البترول والطاقة. دكتورة منال، كنا بنتكلم قبل المداخلة في نقطة مهمة جدا حضرتك أثرتيها، وهي التغيرات الطبيعية أو الخاصة بدرجة الحرارة في البلدان المختلفة وتأثيرات ده على انتشار الفيروسات. حضرتك كملي هذه النقطة لأنها مهمة جدا. هي النقطة مهمة جدا فعلا، وأنا عايزة يعني أنور النقطة دي وأعمل عليها ألارم كبير، إنه مثلا الدكتور لما يجي له مريض درجة حرارته مرتفعة 40 مثلا درجة حرارة أو أكتر، ما يقولش الأمراض اللي كانت عندنا قبل كده. يعني حصل تغيير في حصل في تغيير في الأمراض المعروفة يعني. وأنا رصدت في بحر البقر، رصدت فيروسات في بحر البقر قريب جدا، رصدت الدنجي فيبر، رصدت بعوض الدنجي والملاريا والتيفويد. فعايزة أقول له إن حط ببالك، أصل الملاريا مثلا مرض السهل الممتنع، لو ما خدتيش الدواء 3 أيام تخفي، بس لو ما خدتيش الدواء تموتي. فالمشكلة انه مرض السهل امراض سهل ممتنع، فلازم تبقى عندك يعني نوليدج ان ممكن درجة حرارة اتغيرت، يبقى الفيروسات هتتنقل من المكان ده. فاعرف لي انت بقى تعمل لي ايه، تعرف لي درجة الحرارة اللي انا عليها دلوقتي كانت في دولة ايه قبل كده، تمام، عشان تعرف تدرس امراضها وفيروساتها وبكترياتها وفطرياتها اللي هتجيلنا، لانها لازم هتيجي عشان تبقى على البيئه المتكيفه معاه. طيب ده بالنسبه للدكتور. طب بالنسبه للمزارع البسيط، المزارع البسيط لما تلاقي المانجا ما بتطلعش وتلاقي الباميه ما بتطلعش، ما تحاولش تطلعها غصب عنها وترمي سماد كيماوي عليها وتفتكر ان هو المشكله ان انت مثلا قللت السماد الكيماوي. لا لا لا، هو الموضوع مش كده خالص. انت روح انت اعرف البلد اللي كانت عندها نفس درجة الحرارة دي الفاكهة بتاعتها ايه والخضار بتاعها ايه، لان خلاص التربة اتكيفت على درجة الحرارة الجديدة. فالموضوع اختلف مش بس يمكن في مجال الزراعة بالذات، يعني بنسمع عن تقنيات حديثة زي الصوب الزراعية، التوسع في استخدامها، وطبعا هي اعتقد انها برضو بتطلع غازات دفيئة مضرة بالبيئة، ولكن هي تعتبر بديل. أرد ايضا اللجوء الى سلالات بتحتمل درجات الحرارة العالية او درجات الحرارة المنخفضة، بالذات في السلع الاستراتيجية زي القمح مثلا او الفواكه. صحيح، هو الموضوع مش موضوع الصوب، ما هو الصوب ممكن توصل لي درجة الحرارة اللي انا عايزاه، انا ممكن اوصل، بس لازم دراسة. يعني لازم ادرس انا الحاجة اللي انا بطلعها دي بتطلع على درجة حرارة قد ايه. فانا دلوقتي ما عنديش درجة الحرارة، عندي درجة حاجة مختلفة تمام، فكل حاجة هتتغير، فلازم في وعي بي لكل حاجة عشان نتكيف مع الوضع الجديد. عشان ما نقولش ده حصل، ده قل، ده حصل ايه، احنا مش فاهمين السلع عماله تقل ليه، احنا مش فاهمين هي او بيحصل هجره. صحيح. من لحاجات معينه، النحل بدا يهاجر من مكان لمكان، من المغرب مثلا بدا يهاجر. طب ايه السبب؟ مش السبب انه التغيرات المناخيه بشكل عام، السبب انه درجه الحراره اختلفت، فاختلف معاها كل شيء. يعني المناخ اللازم للنمو او للحياه لهذه الكائنات بيختلف من مكان لمكان، لازم يبقى في وعي بيئي زي ما احنا عندنا، يبقى عندنا وعي في كورونا. يعني انا بعتبر كورونا وان كوب 27 اتعمل عندنا في مصر ده شيء ايجابي. صحيح. اول حاجه كورونا لما انتشرت على مستوى العالم خلت الناس تقرا، فبدات الناس خايفه على نفسها وخايفه على خايفه على صحتها، فبداوا يقراوا ارفع المناعه ازاي، اخد فيتامين د، ايه هو فيتامين د، ايه هو فيتامين سي، فبدات الناس تقرا. طيب لما حصل ان كوب 27 هيتعمل في مصر، فبدات كل المؤتمرات انقلبت على كوب 27 وعلى المناخ والتغيرات المناخيه، فبداوا يقراوا. فده حاجه كويسه، استمر بقى. صحيح. استمر على القراءه عشان يبقى عندك وعي بيه، لان المنعطف اللي احنا داخلين عليه منعطف مش سهل جدا. ده ياخدنا للحديث عن اهتمام الدوله المصريه بتمويل او التوسع في تمويل المشروعات الصديقه للبيئه. لو حضرتك تكلمينا ايضا عن هذا الاتجاه للدوله، وايه المقصود بالمشروعات الصديقه للبيئه؟ الدوله طبعا حاطه معايير وضوابط لكل المصانع والشركات اللي هي بتنتج اي حاجه، بتنتج اي منتج لازم تكون المنتج دي تحت معايير بيئيه، عشان كل واحد حتى في البيت، حتى بيتك كل واحد له بصمه كربونيه، لازم هو نفسه كمان بدا يبقى فيه دلوقتي الوعي البيئي ان انت تحسبي البصمه الكربونيه اللي عندك في البيت قد ايه، عشان تعرفي انت بتنتجي كربون قد ايه،
عشان يحصل ده حصيله. ازاي ده دكتور؟ نعمل ازاي البصمه ده الكربونيه؟ ده حضرتك ناديني بقى في حلقه طويله، لانه لان البصمه لكل احتراق محتاجه الكربون اجهزه معينه. ايوه في لا 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 لا، انت بتبقي عارفه حسابيات كده انك تعرفي البصمه الكربونيه ليكي في البيت. كمان الشركات بتعمل معايير بيئيه لازم تبقى عندها ممكن المعايير. تدينا معلومه كده مبسطه قوي بالذات على البيوت عشان هو ممكن هو احنا نستفيد طبعا. هو اوروبا اوروبا قالت ان على سنه 2025 لازم الكل يبقى على اليورو 7. احنا دلوقتي ماشيين بعض الشركات الكبرى على اليورو 5. اليورو 5 اللي هي المعايير الاوروبيه لدرجه معينه. بس حتى اليورو 5 انا دلوقتي بعتبره انه لازم كلنا نتجه لليورو 7. اليورو 7 دي ان انت بتبذلي مجهود اكتر انك تقللي ثاني اكسيد الكربون. طيب عشان تقللي ثاني اكسيد الكربون كل واحد فينا ملزم ان هو يقلل ثاني اكسيد الكربون. الشركات ملزمه تقلل ثاني اكسيد الكربون. الميه اللي بتخرج منها مثلا انا هتكلم مثلا على معامل التكرير كحاجه مثلا انا بشتغل فيها. معامل التكرير انا ببرد بالميه، والميه دي بتخرج من عندي بتروح تترمي على الترع. الميه دي لو خرجت بمواصفات ومعايير بيئيه مش المعايير اللي انا لازم ارمي بيها، هتلاقي السمك كله مات، كله طلع على سطح مات. لازم يكون درجة الحرارة طريقة ليها درجة معينة يعني بلس اور ماينس لا تزيد او تقل عن درجة 3. فممكن تقل لكن ما تزيدش، تقل بلس اور ماينس 3 ما تزيديش عن درجة 3. لو زدت عن درجة البحيرة، لو زدتي هتلاقي السمك بدأ يموت ويطلع على سطح البحيرة. بحر البقر لو نزل عليه من محطات معالجة المية معايير معينة للمية واترمت عليه زي ما كان بحيرة المنزلة، بحيرة المنزلة كان فيها 22 نوع سمك ماتوا ال 22 نوع السمك وبقى نوعين. دلوقتي بحيرة المنزلة حصل لها ابجريد وبقى في طبعا مشروع قومي لتطهير البحيرات طهرت. لكن انا لما برمي بمعايير غير بيئية اللي حصل ان السمك بيموت. مات 22 نوع سمك، اتبقى بس البلطي والقراميط موجودين في بحيرة المنزلة. لان بحيرة المنزلة كان فيها كان بيحصل لها ريجينريت مع مية البحر وانسدت الفتحات دي، فبدأت تنزل عليها مية الصرف الصحي، فبدأت المعايير البيئية تقل عندها بنسب معينة، فلازم بقى لها نسب معينة عشان السمك يقدر يعيش. برضو وانتي في بيتك وانتي في بيتك في استهلاكك للكهرباء، استهلاكك للغاز، استهلاكك لكل حاجة، حتى الحوض وانتي بتستهلكي ترمي في الحوض. انا عاملة ملف كبير في استهلاكك داخل حوض المطبخ وازاي تساعد الدولة. انت عارفة الفصل بقى بتاع المخلفات. ايوة زي اوروبا. طبعاً. انت عارفة ان ربة البيت عليها عبء ممكن يوصل اكتر من 40%، تساعد الدوله باكتر من 40% من المصاريف المبذوله. جميل. في محطات معالجه الميه. وده زي ما بنقول الدوله ليها دور، ايضا الافراد ليهم دور. الافراد ليهم دور. فالدور بقى حضرتك ننور شويه على فكره. ما هو الدور المشكله الخاص اللي عندنا مشكله في عدم الوعي البيئي. وعدم الوعي البيئي ده يعني بيسيبوا الميه مفتوحه طول النهار، ودي مشكله. انت الدوله بتبذل مجهود كبير وبتبذل مال كبير عشان تنقي الميه، عشان تعالج الميه، وعشان تحلل الميه، وعشان تنقي الميه. ثلاث حاجات: محطات تنقيه، محطات معالجه، محطات معالجه ميه الصرف الصحي، ومحطات تحليه البحر. فالدوله بتبذل فلوس عشان تخلي الميه صالحه للشرب وصالحه للزراعه، لكن انا بهدرها وانزلها تاني من غير كنترول. برمي في الاحواض مثلا، برمي في الاحواض زيوت، برمي في الاحواض مواد نفطيه، برمي في الاحواض حاجات غير يعني. لما اجي انا افصلها في محطات المعالجه اجي افصل المايه دي بتصرف فلوس عشان ابدا افصل لك المايه عشان تجي لك تاني ميه نقيه وكويسه، وعشان تروح للزرعه ميه نقيه وكويسه. فانا بصرف مجهود اكبر عشان اعالج الميه اللي انت بتهدريها في الاحواض. طب ما تاخدي الزيوت دي تحطيها في كيس وتقفليه وتحطيه في الزباله في مكان لوحده. افصلي كل حاجه عن حاجه، ما تحطيش كله على بعضه، لان انت مش مدركه. لانه كمان يا دكتور هيتم اعاده استغلال المواد المخلفات المنازل مش صلبه في انها تدخل مثلا في صناعه السماد او صناعه الحاجات المخصبات للتربه، يعني ايضا ليها دور في اعاده التصنيع.
بالظبط. مهم جدا ان احنا نتكلم عن الوعي، لان هي فعلا المعركه عبء كبير، هي معركه حياه او موت، والحياه بتتطلب تضافر جهود مش بس الدول، لا كمان على مستوى الافراد، وهي تنميه مستدامه، كله على بعضه، كله في دايره واحده. صحيح. كلنا في دايره واحده وكلنا ماشيين في نفس القارب. كلنا مع بعض في نفس القارب، فعايزين ننجو بالقارب، مش بس الحكومه تشتغل لوحدها، احنا لازم برضو نحط ايدينا في ايديها ونوعي الناس ونوعي اللي حوالينا ونحاول ان احنا نرشد الاستهلاك، عشان كمان نقدر الحكومه كمان ما تصرفش زياده، يعني صحيح. زياده ملهاش لازمه. اخيرا يا دكتور، عايز اسال حضرتك طبعا، بما اننا خلاص في يعني مرحله مهمه لانتاج الهيدروجين الاخضر، بالنسبه لمصر ده هيفيد الصناعه المصريه ازاي؟ اوكي، الهيدروجين الاخضر زي ما قلت لحضرتك هو بيخش في صناعات كتيره جدا، حتى ممكن يكون لصناعه الامونيا الخضراء. يعني الهيدروجين الاخضر بيكون الوسيط لصناعه الامونيا الخضراء، والامونيا الخضراء بتخش في حاجات كتيره منها الاسمده، يعني الاسمده دي مهمه جدا، وحتى في افريقيا الاسمده دي تقريبا هي الانتاج المتلهف عليه الدول الافريقيه. فالهيدروجين الاخضر بيخش في صناعات العربيات، وهي اتمارست قبل كده في امريكا في الستينات تقريبا، واشتغلت العربيات بالهيدروجين، ولكن كان فيها مشكله ان محطات الهيدروجين ما كانتش كافيه عشان انا اخرج بره المدينه عشان اروح بالعربيه، فكانت العربيه بتمشي في حتت في اماكن معينه، بنيه تحتيه، لكن اي محتاجه بنيه تحتيه. اثبتت نجاحها في التلوث البيئي، ان هي زيرو كربون. صحيح. اثبتت نجاحها، وبيخرج الهيدروجين تحت تاني مع الاكسجين ويتحول لبخار ميه، فاثبتت نجاحها في موضوع التنميه المستدامه، اثبتت نجاحها في الافشنسي الكفاءه بتاعه الموتور، اثبتت نجاحها في حاجات كتير، لكن هي حصل لها توقف لامور كتيره بيتم دراستها في الوقت الحالي عشان ترجع مره تانيه ان هي تشتغل في حاجات كتيره جدا. الهيدروجين الاخضر بيشتغل فيه زي ما قلت لحضرتك الكهرباء، وبيكون ثلاث اضعاف طاقة الانتاجية للغاز. اتفضلي. تمام. لا اتفضلي حضرتك. بيكون ثلاث اضعاف. تمام. بيكون هو ثلاث اضعاف شغل في توربينات الكهرباء، بيشتغل في وسيط للامونيا، والامونيا بتشتغل كوقود، وممكن نستخدمها في السفن كوقود. وزي ما قلت لحضرتك، وطبعا دكتور في دعوه من الدوله بمشاركه القطاع الخاص في المشروعات الواعده. تمام. في مجال الطاقه المتجدده، واكيد الفتره الجايه هتشهد برضو يعني زي ما احنا شايفين كده طفرات الحقيقه في مجال الطاقه، ومصر زي ما كانت او زي ما هي مركز للطاقه او الغاز الطبيعي في منطقه المتوسط، هتبقى كمان مركز زي ما قال ضيفي على التليفون على مستوى الافريقي كمان في مجال الطاقه المتجدده. ده اللي بنستناه الفتره الجايه. في ختام هذا اللقاء بشكر حضرتك شكرا. جزيلا دكتوره منال متولي، استشاري تكرير البترول والطاقه، نورتينا بكل المعلومات اللي قدمتها لنا النهارده خلال هذا اللقاء. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا شكرا لحضراتكم طيب المتابعه، غدا ان شاء الله حلقه جديده، فالى اللقاء.